رح ندفعهم قد ما بنقدر لأقصى حدودهم لنشوف قديش بتحملوا وإذا هم جد بيستاهلوا يكونوا الأسطورة. لنستمع الآن للمدربين لنعرف تماماً ماذا يلزم المقاتلين ليكونوا مستعدين للتحدي. حيكون تركيزي على 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 الفايترز اللي عندهم جيفت، مش راح تكون الجيفت تاعتهم فيزيكال اللي عم بدور عليها، راح ادور على حدا شجاع بيعرف شو اللي بده اياه، عنده تركيز كثير عالي، هذا اهم شيء عندي. اللعيبه اللي حكون عم فتش عليهم يكونوا موهوبين ذكايا، يكون عندهم فكره بالنسبه للام اي، بالنسبه لكل شيء، مش بس موي تاي او بس بوكس او جيت جيتسو او مصارعه. هذا الشيء كثير مهم لانه احنا عم نلعب ام اي، مش عم نلعب لعبه وحده. فأنا رح كون عم فتش على الأشخاص المناسبين يكونوا ذكية وموهوبين. أنا بضمن 100% لفريقي هو اللي رح يفوز بالأكاديمية. أكيد فريقي اللي حيكون رفعان بهذا الكومبتيشن لأن أنا الكوتش. هؤلاء المقاتلين جاءوا من أنحاء العالم العربي ليكشفوا عن قوتهم ومواهبهم وليمثلوا بلادهم. لكل منهم مهارات منفردة وأسلوب خاص في فنون القتال المختلطة، وكل واحد منهم يمتلك مواصفات المقاتل وصفات البطل وكل ما يلزم للفوز باللقب عن فئات أوزان البطولة. جاءوا مستعدين للمواجهة وسنشاهدهم منذ الآن في طريقهم إلى المجد، ورحلتهم في دازر فورس الأكاديمية تبدأ الآن. شباب، دازر فورس الأكاديمية رح تغير حياة اثنين منكم، رح توديكم للاحتراف، للشهرة وللعالمية. رح تضطروا تقاتلوا هلأ بهاي الحلبة هون، فرجونا كل اللي عندكم إياه. معي اثنين من المدربين، هاشم الخاغة وحمد فخر الدين، رح يشوفوا كل إشي عم تسووه، رح يراقبوكم ورح يقيموكم بالمباريات. فرجونا كل اللي عندكم إياه، يلا على القتال. كثير متحمس أشوف شو راح يصير. في عنا هلأ 32 لاعب راح يجوا راح يقاتلوا، وبس الفايزين بتأهلوا، الباقي بكرة بيرجعوا على دولهم. لازم يقاتلوا بكل قلب عندهم إياه وبكل قوة عندهم إياها. كثير متحمس أشوف شو راح يطلع، مين اللي جوعان أكثر، مين اللي بده يكون البطل أكثر. بعد الفاصل نشاهد المراحل الأولى من التصفيات، ابقوا معنا. New Xperia Z1 smartphone from Sony. Experience what it means to be built Ford Tough. The new 2013 Ford Ranger. The best of Sony for the best of you. The new Xperia Z1 smartphone from Sony. الليلة منتصف الليل KSA على MBC Action. شيفروليه، اكتشف آفاقا جديدة. مواهب كثيرة بحاجة إليكم في Arabs Got Talent. صوت الآن للمشترك المفضل لديك ليفوز باللقب. رقم 48 توام من المغرب. رقم 21 لطفي بوسيدرا من تونس. رقم 34 هدير الحامي من مصر. رقم 42 أنتراج من المغرب والجزائر. رقم 7 جاد هلال من لبنان. رقم 10 حسن بخيت من مصر.
رقم 8 جينيفر كراوت من أمريكا. رقم 19 عيسى النجم من البحرين. للتصويت فقط أرسل رقم المتسابق المفضل لديك على الأرقام التالية. أو اتصل على هذه الأرقام. كن أنت الحكم وصوت مع Arabs Got Talent. لما تكون دودج، لما ما تكون دودج، لما تكون دودج أبدا مو دودج، أكيد أكيد لا دودج مو دودج. مسكين هي هي دودج. أصغر من اللي تعودت عليه حبة، بس الطعم هو نفس اللي تحبه. الطعم العربي اللي شهينا بسعر أكيد يغرينا. ميني ماك أريبيا سجوك أو دجاج لمدة محدودة فقط عند ماكدونالدز. When passion is real, every terrain can be a road. And every terrain can be a stadium. من Red Bull Car Park Drift. لا بطولة صراحة أهم لألي. It's quite special here. جاهزين؟ أكيد جاهزين. شوفكم بقلب السيارة. مباشرة على الهواء في Driven الجمعة 7:30 KSA على NBC Action. مرة أخرى مع أرخاغة وفخر الدين والمواصفات المطلوبة في المقاتلين. تركيزي على 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 الفايترز اللي عندهم عزيمة والتصميم وشجاعة عند الـ عند الـ عند الفايترز. يكون عندهم فكرة بالنسبة للام اي، بالنسبة لكل شيء، مش بس موي تاي أو بس بوكس أو جيتسو. فراح أدور على حدا شجاع بيعرف شو اللي بده إياه، عنده تركيز كثير عالي. هذا الشيء كثير مهم، لأنه إحنا عم نلعب أمامي، مش عم نلعب لعبة وحدة. أنا بضمن 100% إنه فريقي هو اللي راح يفوز بالأكاديمية. أكيد الفريق اللي حيكون ربحان بهذا الكومبيتيشن، لأنه أنا الكوتش. كثير متحمس أشوف شو راح يطلع، مين اللي جوعان أكثر، مين اللي بده يكون البطل أكثر. الآن وبفخر ديزرت فورس تقدم لكم أول حكم عربي في الأمامي. أنا يزن غفاص من الأردن. أنا أول حكم عربي في الفنون القتالية المختلطة. لنشاهد الآن ماذا سيقدم هذا النجم الصاعد في هذا البرنامج. دو يلا شباب بدنا نبلش. جاهزين؟ متحمسين يا زلمة، مش مصدق اشوف شو بده يطلع منهم هذا انا. انا سيلفستر سابا من لبنان، اصلا من الشمال. بكم شيء ما بتعرفوه عني، هو انا فايتر اكيد يعني، وطاف من جوا وكل شيء، بس بذات الوقت يعني لما بدرس ودرسي بهمني كل شيء زلمه حنون من جوا وهيك. اي هاف فيلينجز يعني، ماني فايتر كثير يعني. سيلفستر صرنا شايفينه بديزرت فورس، كمان على ديزرت فورس على ام بي سي راوند 1، وشفناه بالسيمي فاينلز. خسر بالسيمي فاينلز صراحة، خسر من أحمد بوصيري، كان مستوى كثير متطور لما إجا بالسيمي فاينلز. ما كان أبداً خايف من شيء،
فدت وستيك تو ذا بلان. بس هلا في عنده فرصه يرجع، فرصته يرجع بقوه، فرصته يرجع بقوه. هلا يمكن اذا زبط اموره بالاكاديميه ما بتعرف، ممكن يطلع له فرصه لمباراه اللقب. مظبوط، ممكن ياخذ كاس الشرق. ممكن بالضبط. يونس الوكيلي من المغرب، شاركت بالأكاديمية عشان أحسن مستواي، وطموحي هو بطل وزن 70 إن شاء الله. توقعاتي أقل من البطولة أو كسب البطولة ما حقبلها. هلا مبدئيا في فرق طول، سيلفستر أطول، سيلفستر أطول بكثير، بس مستعد لأي فايت. It's okay for me. عم بشوف بنيته وبنيت جرابلر محمد مع بعض. بنيته وبنيت لاعب أطول. مزبوط شباب، بدنا نلعب قتال نظيف، جيم حلوة. دافع عن حالك بكل الوقت واسمع كلامي بكل الوقت. سلم خصمك وارجع زاويتك. نشوف سلفستر اليوم شو عنده، شو راح يقدم للديزرت فورس. داو ان شاء الله نشوف فايت منيح. هلا هلا الفايتات كلها كانت اوزان خفيفة سريعة، مباراتهم سريعة. في فرق طول اظن 10 سنتي أقل إشي. جاب شوف، إذا سيلفستر استمر على الجاب ممكن يفوز بالمباراة. بس في الجاب يونس حيقدر يستنى الفرصة ليفوت على التاي. شوف سيلفستر على كل حال عنده 3 مباريات أمامي، حركته سريعة. هذا الولد عم تزت الجاب، جاب اللي هي ايد الشمال عنده سريعة وفيها باور يعني. دخل ضربات جابها. اوه 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 حلوة بس كومبينيشن كثير حلوة. بفت باللعب شو عم برتاح، عم بياخذ راحته. عم بلعب كثير كويس. جاب حلو. هو عم بيسيطر على الاكسشينج، عم بيسيطر على ال حلو. شو الجاب عم بيستعمله كثير حلو، عم بيستعمل طوله والريتش تاعه بشكل مضبوط 100%. خذ دابا، خلص خليه يدرك. خذ دابا، خذ خذ خذ. وي لا 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 كويس كويس. بس حلو يونس حاول ياخذه بس بصر كان. والله اظن رح تكون مباراه كثير طويله ليونس هاي صراحة. عم نشوف ركبة، ركبة على الجسم، في دم، في دم. سو فت عليه أنا كومبينيشن سترايكينج، يعني هو كان على الكيج زرقته، فت عليه كومبينيشن جاب كروس هوك، رجع نزل كملت عليه جراند بانش بقى تقريبا حمل اثنين وأول من الحكم عنه. طلع هلا ما بحث اكيد، يعني انبسطنا كثير لانه كنا كثير على اعصابنا كل النهار وكل الوقت، كل الشهد اللي عارفين فيه بالاكاديميه. يعني هذا الفايت فول بقرر اذا بنفوت على الاكاديميه او بنرجع على البيت. يعني هلا اذا رجعنا على البيت كانت كثير بشعه اكيد، يعني ما كنت بفكر فيها انه ارجع على البيت. كنت حاط براسي انه رح اربح، متاكد من حالي انه رح اربح. كيو كيو كيو. سيلفستر السابع دخل على المباراه تاعته عارف انه هذا بيته، عارف انه ما حد رح ياخذ منه شيء. لعب القتال، بدع فيه، كان كثير اسلوبه هجومي وممتع. نهى المباراه باول راوند وطلع ولا كانه صار شيء. سيلفستر مباراه كثير حلوه، استعمل الجاب تاعوله وربح تي كي او. الف مبروك لسيلفستر. الجاب تاعته منيحه، فاداء رائع صراحه من سيلفستر. هيك بدنا اياك شوي افلت باللعب، افلت كويس. باللعب شوي زي هيك كويس. مان مبروك. الآن لنقابل المقاتل التالي. اسمي سامي حيون ومن الجزائر. سامي حيون أول واحد على وزن 77. Je suis venu à Desert Force pour acquérir de l'expérience, confronté à d'autres combattants en dehors de l'Algérie. Sami Hiyoun a 3 مباريات محترفة بفرنسا وفايز الثلاثة. أنا صراحة بعطيه فرصة منيحة. وراح يلعب ضد محمد الدوانسي. دونسي مواطن مصري عادي بس بيحب الفنون القتالية. أنا بمارس فنون قتالية من سنة 96. طيب مارست تايكوندو وبوكس وكونغ فو، وبعدين في الوقت الأخير مارست جيوتسو ومواي تاي عشان خاطر
العب ام ام اي وابقى فايتر كويس ما اخسرش من اي حد. محمد دوانسي كان خصمي. اول واحد لعبت ضده انت. قصه الفايت ب 23 ثانيه. الاكاديميه هي عشان تطور المقاتلين وعشان تعطيهم فرصه يرجعوا على ديزرت فورس وتحسنهم مكانهم خلال وزنهم. لعب ضده؟ لعب مع غربي. مع غربي لعب. خسر ب 23 ثانيه. كمان؟ كمان. ديزرت فورس تعتبر اقوى بطوله عربيه موجوده الوقت الحالي. هاي فرصته الثالثه ليلاقي له مكان بديزرت فورس. صار لاعب ثلاث مباريات بديزرت فورس خسرهم الثلاثه. هل سيفوز في هذا القتال؟ لنتابع معا. انا قلت اكيد محمد دوانسي رح يخسر بسهوله. الجوله الاولى. هاي هي فرصته لمحمد دوانسي ليثبت حاله ويرجع يفوت على ديزرت فورس. بس خلينا نشوف ايش في عند سامي كمان. هاي سامي اول مره بفوت قفص ديزرت فورس. اوبا. ارفع حالك زي ما هاي نزل سامي. شاف لك مات عشوائيه نزل عليه سامي. شكله متدرب على المصارعه دوانسي. متحسن. خلينا نشوف ركبه على الجسم. سامي هادي على كل حال. الدوانسي فايت بقوه الصراحه. خلينا نشوف. ان شاء الله ما يستنفذ كونتاكته. عم بيشتغل منيح دوانسي هون. عم صراحه فاجأني بالبشر. انا كمان بس هي لقطه لحلو يده لخرا. اوه هاي مفاجاه. هاي اكبر مفاجاه. ممتاز. اكبر مفاجاه عندنا. هاي اكبر مفاجاه بظن اليوم على الكارد ان نشوف سبمشن من محمد دوانسي. محمد دوانسي فاجأ الجميع بالمباراه اليوم. يعني قدم اداء ما حدا لا انا كنت اتوقع ولا محمد مرزا ولا حتى فخر الدين. يعني ممتاز ممتاز دوانسي. ممتاز. مبروك. كان فايت صعب جدا لان احنا انا جيت وكنت خسست وزن 8 كيلو وبعدين قعدت فتره جامده على ما لعبت بس الحمد لله ربنا وفقني وكسبت اول يوم. ما قدرنا نحكي محمد ما اعطانا مجال. هو اثبت حاله. سكتنا. استسلم سامي هيون. تأهل دوانسي وانا ساكت مش فاهم ايش عمل. اول مره بشوف هاي الاداء من محمد الدوانسي. ما بعرف من وين جاب هاي التقنيات بالوقت القصير. بدع. سكتني انا شخصيا. سكت المدربين اللي حوالي. وهيو بالاكاديميه. عرضوا علي ان محمد يجي كبديل. قلت لهم لا ما بدي محمد عشان صار جاي عندي ثلاث مرات وخسران. وباذن الله انا بهدي كل فوز ليا هنا لمصر كلها وشعب مصر. لان المصريين يستحقوا كل شيء كويس الواحد يقدر يرضيهم به. وانتوا قعدتوا تتفلسفوا 23 ثانيه وسكتكم كمان. بعد الفاصل المزيد من المقاتلين في مباريات عنيفه لتحقيق احلامهم. لا تفوتوا هذه المواجهات. Experience what it means to be built Ford Tough. The new 2013 Ford Ranger. The new Xperia Z1 smartphone from Sony. The Namibians call this the Skeleton Coast. It's meant as a warning, but we took it as a challenge. What better test for the new 2013 Ranger? Having enough grunt to get here is one thing. You also need the fuel economy to get back. Experience the new 2013 Ford Ranger. That's built for tough. Best of Sony for the best of you. The new Xperia Z1 smartphone from